صباح الخير للجميع. موضوعنا اليوم عن البروجكت مونيتورينج اند كنترول باستخدام الاند فاليو اناليسيس، او اللي بنسميه احنا نظريه القيمه المحتسبه. اي مشروع زي ما حكينا في لقاءاتنا السابقه لازم نراقب التايم تاعه والكوست تاعه. يعني حتى نراقب اي مشروع لازم نراقب التايم، لازم نراقب الكوست حتى نعمل البروجكت كنترول لأي مشروع. لازم نراقب التايم، نعمل تايم كنترول، كمان يكون في عندي كوست كنترول. حتى نراقب الزمن او السكيدجول اللي بدنا نستخدمه كاساس لمراقبه الزمن اثناء التنفيذ، هو عباره عن سكيدجول اللي بنحصل عليه بعد ما نعمل ورك بري داون ستراكشر، نحدد النشاطات، الاعتماديه بين النشاطات، كل نشاط شو بده مواد عمال الات، نحسب التايم تاع، نحسب الكوست، الاعتماديه ما بينهم، نرسم الشبكه، نحسب ايل ستارت ايل فينش ايل ستارت ايل فينش، والاهم من هيك نعمل ريسورس ليفلنج، وبعدها نعمل كراشنج. لما بنوصل للليست كوست ديوريشن اللي انا بتهمني كمقاول او كمدير المشروع، هي اللي بستخدمها كاساس لمراقبه الزمن. اذا التارجت سكيدجول، التارجت سكيدجول هو عباره عن سكيدجول اللي بحصل عليه بعد ما نعمل الكراشنج ونحصل على الليست كوست ديوريشن. هذا بسميه اللي هو التارجت سكيدجول او البرنامج التنفيذي اللي بدي انا استخدمه كاساس لمراقبه النشاطات من ناحيه الزمن اثناء التنفيذ. الريسك كيرف هذا اللي هون، بدنا نطلع التارجت سكيرف من التارجت سكيدجول اللي هو عباره عن ليست كوست ديوريشن، نرسم بار تشارت، وبعدين بحط الكوست بير داي، بعدين بحسب كل يوم شو بدنا ندفع، بعدها بنحسب الكوميونتي، بيطلع عندي التارجت سكيرف. التارجت سكيرف بحصل عليه من وين؟ من التارجت سكيدجول. إلى أنه في هذه الحالة بدنا نراقب الزمن لحال، وبدنا نراقب الكلفة لحال، بمعنى آخر إذا راقبنا الزمن لحال بكفيش، وإذا راقبنا الكلفة لحال بكفيش، لازم نراقب الزمن والكلفة مع بعضهم حتى نعرف حالنا ربحانين ولا خسرانين، متقدمين ولا متأخرين. إلى أنه فليمنج سنة 1983 طلع ب دوكيومنتس، أول وثيقة بطلعها من وزارة الدفاع الأمريكية، خلينا بدل ما راقب التايم لحال وراقب الكوست لحال، خلينا نعمل انتجريشن بين تايم اند كوست. طلع بشيء بنسميه اللي هي الاند فاليو اناليسيس، طلع ابروتش اند فاليو اناليسيس، اللي هي معنى اخر من رسمه واحده بنعرف حالنا ربحانين ولا خسرانين، متقدمين ولا متاخرين. الاند فاليو كاساس احنا استخدمناها حتى نعمل انتجريشن بين التايم والكوست، بدل ما نراقب التايم على حدا والكوست على حدا، من هذا الرسمه بعرف حالي براقب التايم والكوست، بعرف حالي ربحان ولا خسران، متقدم ولا متاخر. اذا من هون اجى فكره الاند فاليو، الاند فاليو اناليسيس. هنا شو بعطينا؟ شو يعني بروجكت مونيتورينج؟ شو يعني بروجكت كنترول؟ لكن في اللقاءات السابقه حتى نعمل رقابه جيده للمشروع، لما حكينا الاداره هي التخطيط والتنظيم والقياده والتوجيه والرقابه للنشاطات والريسورسز والبروكيورمنت حتى ننفذ المشروع باقل فتره واقل كلفه وافضل نوعيه واحسن انتاجيه، حكينا اول نقطه في البروجكت كنترول اللي هي استابليشنج بيرفورمانس ستاندرد. والبيرفورمانس ستاندرد تاعنا هذا بنحدده امتى؟ في البلاننج فيز، اللي بنحضر التارجت سكيدجول وبنحضر التارجت سكير. هذول بنسميهم اللي هو البيرفورمانس ستاندرد، الاساس اللي استخدمه لمقارنه الاكتوال داتا مع البلان داتا. اذا التارجت سكيدجول والتارجت سكير بنحضره امتى؟ احنا بنحضره في البلاننج فيز. الخطوه اللي بعديها ليه؟ مونيتورنج، بمعنى اخر جمع المعلومات من ارض الواقع، الاكتوال داتا، كل نشاط متى بدا، متى انتهى، كام الفتره الزمنيه وكام الاكتوال كوست. الخطوه اللي بعديها بنعمل مقارنه
various calculation between the planned data and the actual data. يعني والله هذا كان نشاط بده 4 أيام أخذ 5 أيام، كان بده 6000 كلف 4000 دينار. الخطوة اللي بعديها مباشرة بدي أشوف فروقات بالتايب الكوست وأتخذ إجراءات تصحيحية اللي بسميها كوريكتيف أكشن، بمعنى آخر إذا في عندنا مشكلة نحلها حتى نرجع نمشي حسب الخطة. إحنا بالبداية عملنا خطة للتايم وخطة للكوست حتى نستخدمها أثناء التنفيذ، بمعنى آخر لازم نلتزم فيها أثناء التنفيذ. والنقطة الأخيرة الخامسة اللي هي عبارة عن فوركاستنج أكوبليشن، بمعنى آخر بدي أشوف تأثير هذه المشكلة اللي كنا فيها على التوتال دوريشن أوف ذا بروجكت والتوتال كوست أوف ذا بروجكت اللي بنسميه إحنا أبديتنج. وحكينا إحنا في اللقاءات السابقة البلانينج هي عبارة عن دايناميك إز نوت ستاتيك. خلينا ندخل بالتفاصيل لبروجكت مونيتورينج أند كنترول ونتعرف على الإند فاليو، كيف بدنا نرسم رسمة الإند فاليو من البادجت كوست أوف ورك بيرفورم والأكشوال كوست أوف ورك بيرفورم، كيف نحسب السي في نحسب الـ SV وكل هذه الأمور. Control لما حكي عن الـ Controlling هي عبارة عن العملية بنقوم فيه حتى نقارن الـ Actual Data which we got from the field with the Planned Data اللي احنا عملناها في الـ Planning Phase، ونتخذ أي إجراءات تصحيحية إذا كان في اختلاف ما بين الـ Planned Data والـ Actual Data. والكنترول هي مراقبة للزمن والكلفة، وإحنا زي ما حكينا في اللقاءات السابقة حتى نحقق أهدافنا لازم كل نشاطاتنا أو الأوبجكتيف بتاعتنا نحولها in terms of time and cost، لأنه سهل جدا نحسب الزمن وسهل جدا نحسب الكلفة. الـ general objective of control هو الهدف الأساسي والرئيسي من المراقبة اللي ينفذ المشروع حسب المخططات والمواصفات with minimum total cost and minimum time with good quality and good performance. إذا بشكل عام إحنا هدفنا الأساسي والرئيسي من الرقابة، وأنا كمقاول أكثر شيء بهم الفلوس إذا نفذ المشروع في بأقل كلفة. Specific objectives الأهداف المحددة اللي هي إذا في من الأساس إحنا نتعرف على إذا في اختلاف ما بين البلاند داتا والأكشوال داتا، نعمل evaluation لها ونتخذ الإجراءات التصحيحية لها، ومثل ما نشوف تأثير هذا الديبيشن بتوين the planned data and the actual data على اللي هي الاسمت الكوبليشن للطاين والكوست. Updating مهم جدا، وحنا حكينا في خططنا السابقة إذن الابديتنج مهم نعملها كل ما نأخذ actual data from the field ونعمل مقارنة بناء على المعلومات اللي حصلنا عليها من أرض الواقع، نعمل update للسكيدجول التالي حتى نعرف حالنا احنا لسه ماشيين حسب الخطه من ناحيه تايم ومن ناحيه كوست ولا لا، ونتخذ الاجراءات التصحيحيه. واذا ما عملنا ابديتنج معناته احنا كانه ما بنعمل اداره من الاساس، لانه زي ما حكينا في اللقاءات السابقه التخطيط والتوجيه والرقابه هي 4 حلقات متصله مع بعضها، وهذه هي المبادئ الاساسيه للاداره. اذا سقطت احدهما فلا يوجد لدينا اداره. حتى نعمل بروجكت مونيتورينج نراقب مشروع بطريقة جيدة، أول عمل بنكون فيه اللي بنجمع داتا من الموقع وحتى نفهم شو بصير لكم على معنا. ويعني الـ actual data it means that بالضبط كل نشاط كامل بسترج كومبليت كامل actual time كامل actual cost. والأهم من هيك إنه لما نجمع هذه البلان داتا ونقارنها بالـ actual data نعمل updating اللي نشوف ما هي التأثير تأخرات بالزمن أو الفلوس الزيادة أو الفلوس الأقل اللي احنا دفعناها على النشاطات على المشروع ككل. إذا ضروري جدا نجمع actual data، وزي ما حكينا الـ actual data اللي بيكون في جمعها دائما في عندي cost engineer كل يوم آخر النهار أو كل أسبوع يفضل يوميا بنزع الموقع لكل نشاط بيكون في عنده جدول الـ actual start actual finish actual duration percentage complete و actual cost بجمعنا إياهم. وزي بتعرفوا الأيام هذه إنه معظم الشركات المحترمة عندها software خاص فيها، هذه المعلومات اللي بدخلها بتروح على المين أوفيس، المين أوفيس فيه صف عندنا هناك بعمل مقارنة بين البلاند وبين الأكتوال، وإذا في اختلاف بيعطي ما هي الأمور التصحيحية وبيبعث إيميل لبروجكت مانجر بكل بكرة بتعمل 1 2 3 4 5، بيجي البروجكت مانجر بيفتح الإيميل تاعه بشوف إيش هي
الاجراءات التصحيحيه، بجمع الكونستراكشن مانجرز بقول لكل واحد فيهم ايش اللي المطلوب منه يعمله حتى نرجع نمشي حسب الخطه البدايه، لانه يعني بهمني انفذ المشروع بكل في اقل حتى اربح، وبهمني انفذ المشروع برضه بفتره زمنيه اقل حتى ما ادفع غرامه الاخير. طريقة الرقابة للمشروع وطريقة استخدام الداتا للمشروع بتعتمد على عدة عوامل، منها حجم المشروع. يعني أنا بتوقع إذا كانت عنده غرفة نفس المهندس الموقع هو مدير المشروع، هو حاسب الكميات، هو حاسب التكاليف، هو اللي بيجمع actual data، هو اللي عمل البلان داتا. إذا كل ما كان المشروع أكبر كل ما كانت الليفل للكنترول أكبر. يعني بدي أبدأ على سبيل المثال برج خليفة بدي يكون في عنده كونستراكشن مانجر للحديد، كونستراكشن مانجر للقصارة ولا البلاط للدهان لكل واحد، وغيرك في عندي كوست انجينير لكل واحد فيهم هو بجمع داتا. لكن لما يكون مشروع صغير بيكون عدد الموظفين اقل، حتى طبيعه المعلومات اللي بجمعها بتكون اقل. برضه بيعتمد على الهيكل التنظيمي للمؤسسه نفسها. المقاول اذا كان المقاول عنده 4 موظفين ولا عنده بس مهندس وكم من عامل بعض الموقع، اتوقع تكون عندي الليفل للكنترول بيكون قليل. لكن اذا كان عندي شركات كبيره زي تريبل سي ولا زي بوفيس ولا من الشركات العملاقه في العالم، في عندنا بيكون عندنا طاقم متخصص يقوم بهذا الحكي. الامر الاخر بيعتمد على خبرتي انا كمقاول في مراقبه المشروع. يعني كثير مقاولين الرقابه عندنا المشروع هي في نهايه المشروع. يعني انا بوقع اتفاقيه كمقاول مع مالك، بقول له هذا المشروع بخلص لك اياه ب 25/10/2021 بكلفك 5 مليون. انت بعرف حال ربحه ولا خسران باخر مشروع، اخر مشروع شو قبضنا، شو دفعنا، هيك ربحنا ولا خسرنا. من ناحيه الزمن شو اليوم اللي سلم المشروع؟ والله اليوم 27، اوكي متاخرين يومين بدفع غرامه تاخير يومين. لكن باستخدام الاند فاليو راح نتعرف عليها اليوم، بامكان مدير المشروع يوم بيوم ساعة بساعة يعرف وضعه للمشروع ربحا ولا خسران بتقدر بتأخر. وإذا كان مدير عام الشركة اللي عنده 40-50 مشروع بكل أنحاء العالم بإمكانه يعرف لكل مشاريعه ربحا ولا خسران بتقدم ولا بتأخر. وباستخدام التكنولوجيا والبرامج المتقدمة في الكونستراكشن مانجمنت سهلت علينا الأمور كلها. يعني نحن الكل بعرف فينا إنه حتى هذه اللحظة لو جينا على فلسطين ما فيش عندي 1 أو 2% من مقاولينا اللي بيعمل رقابة للطعم والكوس أثناء التنفيذ. لكن لو طلعنا على دول مقدمة مادية زي أمريكا وفرنسا وبريطانيا بالعبد البرامج المرتبة لمراقبة المشاريع أثناء التنفيذ، وهذه بيعملوها يومي يعني ديلي بيسكس. وراح نتفق بعد شوية بإحنا الرقابة يومية ولا رقابة أسبوعية ولا رقابة شهرية، ويفضل تكون يومي. يعني كل يوم آخر النهار نجمع الأكشوال داتا نقارنها في البلان داتا، وإذا في فرق بين البلان داتا والأكشوال داتا نبحث عن السبب ونحل المشكلة، وبعد ما نحل المشكلة نشوف تأثير هذه المشكلة على المشروع من ناحية تايم من ناحية كوست. إذا بدناش نعملها ديلي على الأقل نعملها شهري. أنا كمقاول لما بنهاية كل شهر بقدم فاتورتي للمالك أحسب بالضبط إيش هي النشاطات اللي أنهيتها والاكشوال كوست والاكشوال ديليشن، وقارنها مع اللي انا عملت له استيميت البلان داتا، وبرضه نعمل ابديت. لكن حتى هذه اللحظه زي ما حكينا في عندنا كثير من مقاولين في فلسطين ما براقب لا تايم ولا براقب كوست. والاهم من هيك، هل احنا ملتزمين لازم يكون من تارجت؟ اذا انا بوقع كمقاول مع مالك بدي اسلم مشروع بسنتين، لازم اسلمه بسنتين ولو تاخرنا كمان 6 أشهر فيش غرامه تاخير؟ الأيام هذه ما خبيش عليكم معظم المستثمرين صار بركز على التايم، وإذا المقاول بتأخر عن تسيير مشروع ضمن الفترة المحددة بدافع غرامة التأخير، فذلك بكون المقاول مضطر إنه يطبق اللي هي الرقابة على المشروع أثناء التنفيذ. والأهم من هيك، هل الأونر بطلب منا نعمل رقابة ولا لا؟ أنا كمالك برضو بهمني أعرف إنه في رقابة على المشروع ولا لا، حتى أتأكد إنه المشروع راح ينتهي ضمن الفترة المحددة اللي احنا اتطبقنا عليه حتى استثمره. من الطرق اللي اخذناها من بدايه الفصل حتى هذه اللحظه حتى نستخدمها كاساس المراقبه اللي هي CBM اللي بتتكلم عنها، سواء كانت ارو دايجرام ولا كانت
بريسيدنس دايجرام لانه او بيرت لانه هذه الشبكات هي بتوضح لي كل نشاط متى سيبدا ومتى سينتهي وكم التوتال فلو تاعه وكم الفري فلو تاعه. في بعض الحالات احنا حتى نعمل رقابه على المشروع بدها ديتيلد نتورك زي ما حكينا في الاقوات السابقه، بدي اوصل للنشاط يعني بدي اعمل غرفه بدل جزء بالغرفه حتى اوصل للنشاط، حفريات قواعد بيشتغل عليها محمد واحمد حمدان بكلف لي 5000 دينار واربع ايام، طوبار سميح وسالم وسعيد بدها يومين بتكلفني 2000 دينار، اقصاره ادهان يعني كل نشاط بحدده بالضبط شو بده مواد شو بده عمال شو بده اداه كيف كلفته كيف التايم تاعه، حتى اثناء التنفيذ اتاكد انه كل شيء عم بتنفذ حسب الخطه. لما بحكي عن بحكي جمع معلومات مقارنتها جمع المعلومات الحقيقية من أرض الواقع اللي بنسميها احنا الاكتوال داتا مقارنتها مع البلان داتا، والأهم من هيك نتخذ إجراءات تصحيحية ونشوف تأثير هذه المعلومات اللي حصلنا عليها من ناحية تايم كوست على التوتال كوست المشروع وعلى الفترة الزمنية اللازمة للمشروع. إذا البوليترينج أو جمع المعلومات من أرض الواقع هي عملية مهمة وضرورية، وهذه بنص عليها من الفيلد، وفي عندي كورس انجينير مختص فقط يجمع هاي المعلومات حتى يعطيني معلومات حقيقية وصحيحة عن كيف ينفذ المشروع على أرض الواقع أو what's happening on the side، شو اللي بصير عندي updating اللي هذه المعلومات اللي حصلنا عليها نشوف كيف بتأثر على التوتال duration of the project وعلى التوتال cost of the project. إذا نحن في البلانينج فيز بنحضر التارجت سكيدجول والتارجت سكيرف، وقت التنفيذ بنحضر او بنحصل على اكشوال داتا للتايم واكشوال داتا للكوست، بنقارن ما بينهم ونشوف تاثيرهم على المشروع ككل من ناحيه تايم ومن ناحيه كوست، لانه زي ما حكينا انا كمدير بهمني انفذ المشروع بدي مينيمم تايم مينيمم كوست جود كواليتي جود بيرفورمانس. مينيمم تايم حتى بعد غرابه التاخير زي ما حكينا، وحتى انا اشتغل او ابحث عن مشاريع اخرى من كوس حتى يزيد ربحي على الربح اللي كنت محدده بالبداية. من الخطوات اللي بستخدم للرقابة في منها طرق تقليدية ولا تفي بشيء، وفي منها بتكون هي طرق حديثة، واليوم هذا زي ما حكينا فينا برامج حاسوب متقدمة مشان إدارة مشاريع زي الإمس وبريفيرا وشورتراك وسوفتوير آخر، يعني أكثر من 25 سوفت وير، وفي شركات حتى زي ما حكينا في اللقاءات السابقه الشركات الكبيره هي دي ديفلوبد ذير اون سوفت وير. اسهل طريقه اللي هي فوتوغرافي عن طريق التصوير، لكن هذه ما بتعطي معلومات حقيقيه، يعني معنى اخر انا عايش بالسويد وببني عماره بنابلس، مدير المشروع عندي كل اسبوعين بصور لي العماره كيف بتطلع، يعني والله طلع الدور الاول طلع الدور الثاني طلع الدور الثالث طلع الدور الرابع، لكن هذه ما بتعطينا معلومات حقيقيه عن الاكتوال تايم لكل اكتيفيتي والاكتوال كوست. اذا الفوتوغرافي بتعطي معلومات عامه عن المشروع، انا بصور اوكي والله عندي مشروع 100 فيلا اي صورنا خلصنا القواعد لاول 10 فيلا بنصور بنبعث، لكن هذه ما بتعطينا معلومات دقيقه، لكن بتعطينا زي ما بنسميه السمري، يعني اوكي المشروع وين وصلنا فيه، لكن ما بتعطيني الاكتوال تايم لكل نشاط والاكتوال كوست وكامل لسه بدك تكبلش التايم والكوست. اللي ادق منها اللي هي تشيك اوف ليست، بيكون في عندي جدول، على الجدول مكتوب اسم النشاط اللي ستارت اللي فينيش والبلاند كوست، وهناك على الجهه الثانيه مكتوب لي اكتوال ستارت اكتوال فينيش اكتوال دوريشن والاكتوال كوست وبرسنتج كومبليت. اذا تشيك اوف ليست هي كطريقه افضل بكثير الفوتوغرافي، لان تعطيني لما النشاطات المحدده كم المعلومات الحقيقيه عنها من ناحيه اكتوال ستارت واكتوال فينيش برسنتج كومبليت اكتوال دوريشن واكتوال كوست. في طريقه ثلاثه بنسميها البار شارت اللي هي بخطط المستقيمات، انا من الاساس بكون محضر بار شارت لعمليه كيف بدي انفذ المشروع، انا كنت عامله هيك فرضنا هذا كان في البلانينج فيز. بيجي عندي during construction بيجي بكون على سبيل المثال بدي اخذ قراءه هو باليوم 15 اخذ قراءه باليوم 15 اللي هو بيكون هنا الاساس بجمع لي
يكون الأساس هو يوم بيوم. يقولي والله هذا النشاط أخذ هيك، هي الأكتوال، وهذا انتهى هيك، وهذا لسه هون. بعطيه إنديكيشن إنه والله النشاط هذا اتأخر تتنفذ، النشاط بيخلص بكير، وهذا متأخر، وهذا لسه ما بداش. هاي من البار تشارت. إذا البار تشارت بإمكاني أحط عليها البلانت، يعني هذا يكون عندي البلانت، وهذا يكون الأكتوال اللي هو الأزرق هو الأكتوال على نفس الرسمة، على نفس الرسمة بنعرف حالنا إحنا كيف كل نشاط بدأ. إذا هي طريقة أخرى لعمل الكنترول اللي هي باستخدام اللي هي البار تشارت نفسها. لكن أنا أفضل دائما التشيك أوف ليست وتدخلها على البرنامج، والبرنامج يحسب لنا كل شيء بدنا إياه من ناحية استبدال كوبليشن للطايم واستبدال كوبليشن للكوست. ما هي المعلومات التي يجب أن تتوفر لدينا عن كتابة التقرير؟ أهم شيء بيهمني أنا رقم النشاط، وإحنا حكينا في لقاءاتنا السابقة أنه الحاسوب ما بحب يتعامل مع حكي، بحب يتعامل مع أرقام، وحكينا في لكل باكج في لكوست أكاونت نمبر زي ما حكينا في محاضراتنا السابقة. إذا أنا بدل ما أحكي على سبيل المثال قصارة الشقة رقم 4 في عبارة الطيري لرقم 5 قصة، بطير رقم 1 6 7 2 3 بفهم لحاله هذا عبارة عن القصارة في العمارة هذه بالدور هذا. إذا لكل نشاط تكون فيه activity number، وفي مش غلط إنه نعمل description يعني للنشاط، description النشاط وصفها قصارة ولا بلاط ولا دهان. الهم من هيك بدنا start date اللي هي الـ start والـ education plan، ونحسب برضو الـ actual امتى بدأت حقيقة وامتى انتهت، وكامل الفترة الزمنية تاعتها بكامل actual cost، والهم من هيك إذا تقدمتها وكامل percentage complete، كام نسبة الإنجاز في هذا النشاط. هلا سؤالي لكم، لو على سبيل المثال جينا حكينا في عندي نشاط، هذا النشاط اللي عندي بده 10 ايام 10 days نشاط حفريات قواعد، بده 10 days بكلف 5000 دينار. سؤال لكم، هل بامكاننا نحكي لو جينا سالنا السؤال هذا للأستاذ عدنان، لو جينا باليوم الخامس هل بإمكاني أحكي يا عدنان أنا باليوم الخامس والله أنجزت 50% من النشاط؟ النشاط 10 أيام، وإحنا بنهاية اليوم الخامس هل بإمكاني نحكي والله صرنا منجزين من هذا النشاط 50%؟ أو لا؟ عدنان عدنان بقول لي طبعا، انا بقول له لا مش طبعا، افرض الخمس ايام قضينا مع هذول، قضينا الخمس ايام هذول نشرب ارجيلي بارض الموقع. صح احنا انجزنا خمس ايام بعد المشروع، لكن الخمس ايام هذول قضوا لي اياهم العمال اللي عندي مع مراقب العمال بيشربوا ارجيلي وبيلعبوا فوتبول. اذا بلاش احكي انه التايم هي افضل طريقه لحساب برسنتج كومبليت، إذا ما بصير نأخذ التايم كتايم لحساب البيرسنج كومبليت. طيب أمر آخر بيجي بحكي لي الأستاذ أحمد، بحكي لي خليها على الكوست. كيف على الكوست يعني؟ جينا قلنا أوكي والله هذا النشاط كان لازم يكلفنا 5000 دينار، يا محاسب كام شنو دافعين لليوم؟ قال لي 4000 دينار. هل بيمكن أحكي البيرسنج كومبليت عندي 80%؟ شو رأيكم؟ أحمد هل بإمكاني نحكي أوكي النشاط بده 5000 صرنا دافعين 4000 معناته نسبة الإنجاز 80%، هل بإمكاني نحكي الحكي لهذا؟ يا يا لا. أحمد يس ولا نو؟ مين بحكي يس فيكم؟ مين بحكي نو؟ لا دكتور ما مش صح. طبعا حسان كلامك منطقي بالصح، لأنه احتمال 4000 دينار هذول
احنا دفعناهم، كان الموظفين اللي عندي كل يوم الو هذا خروف محشي. اذا لا بامكان نستخدم التايم كاساس ل بيرسنتج كومبليت ولا الكوست كاساس ل بيرسنتج كومبليت. سؤالي لاحمد، شو افضل طريقه بامكاننا نستخدمها لحساب البيرسنتج كومبليت للنشاط؟ حتى شوف التايم لا يجوز والكوست ما بزبط. في عنا طريقة أخرى بإمكاننا نستخدمها بتكون أدق من الحكي هذا كله لحساب البيرسنتج كومبليت؟ أحمد شو تتوقع تكون؟ في حد بإمكانه يجيب على هذا السؤال؟ ممكن لو نعمل سكيدجول بالعمل اللي بنكون فيها. عملنا سكيدجول، طيب عمو بعدين انا بحكي شو هي الاساس بامكان نستخدمه حتى نحسب البرسنتج كومبليت لاي نشاط ويكون لحد ما دقيق. انت بكرة بعضينا التايم ما زبط والكوست ما زبط، طيب ايش هي عنصر اخر بامكان نستخدمه يطلع لنا دقيق؟ طيب اعطيكم مثال، لو جينا حكينا والله هذه عندي انا عماره فيها 10,000 متر مربع بلاط، نشاط 10,000 متر مربع بلاط، تبليط الارضيات. جينا بنهايه اليوم السادس وحكينا بالاستاذ عقاد قال احنا صرنا مبلطين 4,000 متر مربع، هل بامكان احكي والله نسبه الانجاز او البرسنتج كومبليت لهذا النشاط 4,000 على 10 بتساوي 40%؟ مين بايدني؟ اللي بايدني يكتب يس واللي ما بايدني يكتب نو. عندي 10,000 متر مربع بلطنا 4,000، نيجي نحكي 40% نسبة الإنجاز، عدنان بقول لي يس مأيدنا، عدنان تقول البقية، عدنان يميد البقية. هاي كمان الأستاذ محمدي أيدني كمان، وهي الأستاذ حسام يوسف أيدني، وهي كمان الأستاذي أسيل أحمد. طب البقية شو بحكوا؟ والبقية لا بعارض يعني؟ وده لا بعيد ولا بعارض؟ ها؟ البقية شو بحكوا؟ إذا بإمكاننا نحسب البرسنتج كومبليت إلها اللي هي عن طريق الكوانتيتي. أدق طريق على حساب البرسنتج كومبليت للنشاطات هي عبارة عن الكوانتيتيز، يعني على سبيل المثال عندي 100 متر مربع قصارة قصرنا 50 متر نسبة الإنجاز 50%، نسبة الإنجاز بتكون 50%. إذا من هلا بدنا تعرفوه إنه دائما وأبدا بستخدم الكوانتيتيز كأساس لحساب البرسنتج كومبليت. هاي بعض الجداول بكان نستخدمها لجمع المعلومات من الواقع، هاي رقم النشاط، اسم النشاط، عندي البلاند ستارت والبلاند فينش يكون نشاط، وهذا الاكتوال ستارت والاكتوال فينش والبرسنتج كومبليت. وحتى في بعض المرات اذا في عندي نوتس بامكان ان اضعها هون، هذه النوتس بتوضح لي شو السبب التاخير على سبيل المثال، اذا كان هون عندي 24 بدت ب 26 كان بدها أربعة أيام، لكن كان السبب التأخير بكل هون كان السبب الأساسي والرئيسي بالتأخير هي عبارة عن الوذر ديلي، كان اللي هي العوامل الجوية. The end value analysis نظرية القيمة المكتسبة، زي ما حكينا هي سنة 1983 طلعت أول وثيقة عن الـ end value عن طريق واحد اسمه فليمينج، هذا كان رئيس بوزارة الدفاع الأمريكية. هي انتجريتد تايم كوست، وزي ما حكينا بدل ما يراقب التايم لحال والكوست لحال صار من رسم وحده يراقب التايم والكوست، يعرف حاله ربحان ولا خسران، متقدم ولا متاخر. يعني اول وثيقه سنه 83 هذا يعني على الاقل كان بيستخدموها سنه 1963.
إذا فما بالكم شو بيستخدموا هلا من طرق في كافة الأمور، وإحنا لحد الآن بنعمل إيش رقابة لمشاريعنا، وبيستخدموا الإند فاليو بالستينات. وإحنا حتى هذه اللحظة لا بنراقب بشكل عام، بحكي المعظم لا براقب تايم ولا براقب كوست. إذا بدنا نراقب التايم لحاله بدون ما ناخذ الكوست، ما بعطينيش معلومة صحيحة. يمكن النشاط يكون من ناحية تايم ماشي حسب الخطة، لكن أنا بعرفش من ناحية كوست إنه هل بزيد ولا بقل. إذا لازم نراقب التايم والكوست، وبرضه بدنا نراقب الكوست لحاله، ممكن يقول لي أوكي أنا ربحة ولا خسارة، لكن مش عارف حالي ماشي حسب الخطة ولا مش ماشي حسب الخطة. أنا بيهمني أراقب التايم والكوست بنفس الوقت. أجي على النشاط أوكي حسب الخطة كان ماشي، بتأخر يوم. طب من ناحية كلفة، والله أنا كانت 4000 دفعنا 6000، معناته أنا بتأخر وخسران. إذا لازم أراقب التايم ونراقب الكوست مع بعضيهم. التايم والكوست got to be controlled مع بعضيهم وسبريتلي. التايم والكوست لازم نراقبهم مع بعضيهم. عشان هيك الـ end value اجا اللي شامل integration between time and cost. زي ما حكينا بدرش اراقب التايم لحال، بدرش اراقب الكوست لحال، لازم اراقب التايم والكوست عن بعضيهم. هذه ايه بتغلبنا، لان بدي اطلع التايم والكوست بنفس الوقت. علشان هيك طلع لنا هذا الاستاذ بالـ end value analysis او الـ end value approach حتى يحل لنا المشكله هذه، قبل integration between time and cost من رسم واحده. وكان رسمتين، رسم للـ time target schedule، رسم للـ cost target scale. حطهم مع بعضهم هذول برسم واحدة، منها بيعرف حاله ربحان ولا خسران، متقدم ولا متأخر. الـ end value أو نظرية القيمة المكتسبة هي طريقة تستخدم حتى نعرف للنشاط إحنا ربحانين ولا خسرانين، متقدمين ولا متأخرين، وبرضه للمشروع بشكل عام إحنا ربحانين ولا خسرانين، متقدمين ولا متأخرين. وهذا حسب الـ end value. إنه أنا لما عملنا الـ work breakdown structure وصلنا للنشاط اللي تحت، إذا بحسب الـ end value النشاط لكل النشاطات، بطلع الـ end value المشروع، منها بعرف حالي للمشروع ككل بتقدم ومتأخر، ربحان ولا خسران، زي ما رح نشوف اليوم إن شاء الله بالأمثلة التوضيحية. حتى نستخدم الـ end value لازم من الأساس لكل نشاط من هذه النشاطات أكون حاسب البلاند كوست، وهذه بحسبها أنا وإمتى في البلاند فيز. كل نشاط بحسب له حساب كميات مواد عمال آلات، بطلع التايم والكوست. أثناء التنفيذ لازم لكل نشاط في نهاية كل يوم ولنهاية كل أسبوع بأخذ أنا أجمع داتا، يكون عندي البيرسنتج كومبليت، كام نسبة الإنجاز. وبالصعب نحسب نسبة الإنجاز، سهل جدا زي ما حكينا الكميات. عندي 1000 متر مربع دهان، دهنا 200، نسبة الإنجاز 20%. عندي 50 متر مربع ألمنيوم، ركبنا 10 تقسيم 50 وتساوي 20%. والأهم من هيك، لازم نحسب لكل نشاط كامل actual cost حتى هذه اللحظة. لكل نشاط actual cost to date، هاي بأخذها من المحاسب اللي موجود عندنا بعد الموقع، بعطيني بالضبط كل نشاط حتى هذه اللحظة شو كلفنا. حتى نستخدم الـ end value نتعرف على ثلاث مصطلحات راح يمروا معنا بكثرة. أول واحد بسميه الـ budget cost of work scheduled أو الـ planned value، اللي هي حسب خططنا في الـ planning phase. الأمر الآخر بهمنا الـ budget cost of work performed، اللي هي الفلوس اللي كان لازم ندفعها لإنجاز هذه النسبة إذا سرنا حسب الخطة. والأهم من هيك الـ actual cost of work performed، كم حتى هذه اللحظة دفعنا فلوس على النشاط، وكم حتى هذه اللحظة دفعنا فلوس على كل المشروع لليوم. الـ budget cost of work scheduled أو الـ planned value لو بدي أعرفها، تعني هي عبارة عن الفلوس اللي كان لازم ندفعها إذا سرنا حسب الخطة. طب هذه بتذكركم بإيش؟ الفلوس اللي لازم ندفعها إذا سرنا حسب الخطة. خطة هاي فيش بنذكركم في اللي خدناه من أول،
شيء من أول، أول شيء بنعمل نرسم الشبكة، بعدين بنعمل ريسورس ليفلينج، بعدين بنعمل كراشينج، بقول هذه عبارة عن التارجت سكيدجول تاعي. تمام؟ هيك بدي يكون نشاط يبدأ وينتهي حتى يعطيني أقل كلفة وأقل زمن. هذا الديسكوست ديوريشن. هذا بسميها اللي هي التارجت سكيدجول. بعدين شو بحكي؟ كل نشاط من هذه النشاطات بضع عليه الكوست بير داي. بضع عليه الكوست بير داي لكل نشاط من هذه النشاطات، بعدها تحت بجمع كل يوم شو تدفع، وبعدها الكوميونيتي كوست، ومنها برسم الاسكيرف. هلا البلاند فاليو، فايش بتذكركم بتذكركم هذه؟ هذا اسمه سكيرف. ها؟ البلاند فاليو شو هي؟ الفلوس اللي لازم ندفعها اذا صرنا حسب الخطه. يعني لو احنا بدنا نمشي حسب الخطه هاي، الفلوس لازم ندفعها هاي. اذا هذا السكير شو بسميه؟ بنقدر نسميه هذا السكير، السكير شو بسميه؟ لو احنا بدنا نمشي حسب الخطه هيك، هذا بكون عباره عن السكير بتاعها. والبادجيتد كوست اوف ورك سكيدجول او البلاند فاليو تعني هي عباره عن الفلوس اللي لازم ندفعها اذا سمح حسب الخطه. سؤالي واضح؟ هذه اللي هو البلاند فاليو تشبه ايش او شو هي بالعاده؟ لا، البلاند فاليو هاي اللي عندي هون هي نفسها ايش؟ هذه او البادجت كوست اوف ورك سكيدجول. شو هي نفسها؟ شو بتطلع عندي من الرسمه هذه؟ اقاد، اقاد، في حد بيمكن يجاوبني ايش هي هذه؟ هاي القيمة اللي أنا بحصلها من الشغل، يعني قديش أنا بجيب مصاري. شو تعريف هذه؟ الفلوس اللي لازم ندفعها إذا صرنا حسب الخطة. لو هاي الخطة مشينا حسبها، شو الفلوس اللي بدفعها؟ ليش هي؟ السكير. إذا البلاند فاليو أو البادجيتد كوست أوف ورك سكيدجول هي عبارة عن السكير، الفلوس اللي كان لازم ندفعها اذا صرنا حسب الخطه. اذا صرنا حسب الخطه هذه اللي هون هيك بندفع فلوس، اذا عباره عن الاسكير. هذه نفسها اللي هو الاسكير اللي هو بيطلع لنا يا اساتذه اللي هي نفسها البلاند فاليو او بنسميها بادجيتد كوست اوف ورك سكيدجول. طلع عندي البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد. شو هي؟ هذه عباره عن الفلوس اللي كان لازم ندفعها عبارة عن الفلوس اللي كان لازم ندفعها لإنجاز هذه النسبة إذا صرنا حسب الخطة. هذه القيمة الفعلية للأعمال المنجزة، سميناها end value. هذه اتبص عليها during construction. أوضح أكثر، لو عندي نشاط، عندي نشاط فرضنا عندي نشاط
هذا النشاط بيجي بحكي لي العقاد بكلف 5000 دينار. نزل العقاد على هذا الموقع. هذه البلاند كوست البداية، البلاند كوست 5000 دينار. نزل العقاد على الموقع، قال لهم كامل بيرسنتج كوبيت، كامل انجزنا حتى هذه اللحظة؟ قالوا 10%. 10%. وكيف دفعته حتى هذه اللحظة؟ بكل واحد دفعنا 1000 دينار. The actual cost 1000 دينار. دفعنا حتى هذه اللحظة على هذا النشاط 1000 دينار. إذا حسب الخطة بكلف 5000، نسبة الإنجاز 10% بيرسنتج كومبليت. شو يعني الـ budgeted cost of work performed؟ هي عبارة عن الفلوس اللي كان لازم ندفعها لإنجاز هذه النسبة إذا سرنا حسب الخطة. إذا الكامل budgeted cost of work performed بيكون عندي هون كم كان لازم ندفع فلوس حتى ننجز هذه النسبة؟ أقل من 1000 دينار. بدي أعطيها رقم صح، أنا بدي بنعرف أقل من 1000 دينار، بس أعطيها بالضبط. أنجزنا 10%. ها؟ كم الفلوس اللي كان لازم ندفعها لإنجاز 10%؟ خمسمية دكتور. مين بحكي؟ حسان. حسان 500. كلام منطقي. لو بدي أنجز 10% من هذا النشاط، بدي 10% ضرب 5000 بسميها 500. هاي اللي عبارة عن الـ budgeted cost of work performed، قيمة العمل اللي أنجزناه على أرض الواقع هي 500. كم دفعنا؟ حسان 1000. إذا ضرب حالي ولا خسرانين؟ لا خسرانين، لأنه إذا 10% 10% 1000 دينار يكلفني بلاوي أكثر من 5000 دينار. إذا لأنه على 10% كان لازم ندفع 500، دفعنا 1000، معناته حتى هذه اللحظة إحنا خسرانين 500. لو بدي أرجع أمشي حسب الخطة راح يكلف المشروع 5500 النشاط هذا. هذا الفرق بين شو يعني budgeted cost of work schedule اللي عبارة عن البلاند value الاسكير. هذه بحصل عليها امتى؟ اثناء التنفيذ. اذا هذه اللي عندي هون في البلانينج فيز بتكون معي، هذه في البلانينج فيز، وهذه during construction. هذه في البلانينج فيز وهذه during construction. تمام؟ طيب هذا نوضحها اكثر. إذا ما دام الريبورتينج أو الكوست إنجينير اللي بده يزعل الموقع بده يكون كمعا بعمل التالي: البادجيت كوست أوف ورك سكيدجول، الفلوس اللي كان لازم ندفعها إذا صرنا حسب الخطة. البادجيت كوست أوف ورك برفورمد اللي هي الفلوس اللي كان لازم ندفعها لإنجاز هذه النسبة إذا صرنا حسب الخطة، اللي بتساوي البرسنتج كومبليت في البلاند كوست. والاكتوال كوست اوف ورك برفورمد هي عباره عن الفلوس اللي دفعناها، الفلوس الحقيقيه اللي دفعناها حتى هذه اللحظه. من هذه المعلومات بصير سهل علي نحسب الاستيميت كوست ات كوميشن لكل نشاط، ونحسب الاستيميت كوست ات كوميشن للمشروع، ونعرف كام احنا بالبدايه نكون عارفين كام البادجت كوست ات كوميشن. يعني بالبدايه عارف المشروع انا والله حسب حساب تكاليفه بكلف مليون، معناته البادجت بتاعته مليون، ولازم هذه القيمة دائما أبدا تكون أقل من اللي هي مليون. وخلينا نشوف مع بعضنا كيف بدنا نرسم الـ budget cost of work schedule والـ budget cost of work performed والـ actual cost of work performed. وضروري إحنا نحسب الـ cost variance والـ schedule variance ونتخذ إجراءات تصحيحية. في الـ planning phase، في الـ planning phase شو بنساوي؟ النشاطات الإنتاجية والتوريدية والإدارية، كل نشاط شو بده بواد عمال آلات اعتمادية بين النشاطات، الفترة الزمنية للنشاط، كلفة النشاط، نرسم شبكة، نحسب إل ستارت إل فينيش، إل ستارت إل فينيش، توتال فلوت فري فلوت،
بعديها بص البار شارت بنضع النمبر اوف ريسورسز، بنعمل ريسورس ليفلنج، بعديها بنعمل كراشنج، بعديها بحكي اوكي هيك بدنا ننفذ المشروع حسب الليست كوست دوريشن. بس اسمه هذا التارجت سكيدجول تاعي، هذا هو التارجت سكيدجول تاعي، التارجت سكيدجول تاعي. كل نشاط من هذه النشاطات بكون عارف انا كلفته باليوم او التوتال كوست له، بقسمه على الدوريشن بيطلع الكوست بير داي وذا الكوست بير ويك. مشان نحسب البادجت كوست اوف ورك سكيدجول او نرسمها او نسميها البلاند فاليو او نسميها اس كيرف اللي اخذناها بالسابق، نعمل كالتالي. هذه اللي عندي النشاط اي بيبدا هون بنتهي هون، هذه عباره عن ليست كوست دوريشن سكيدجول، حطينا الكوست بير ويك، بعدها بشوف كل اسبوع شو بدي ادفع. 10,000 الاسبوع الاول، 2000 2000 2000 2000 1000 1000، بعدها الكوميوليتيف كوست. نهايه الاسبوع الاول بكون دافع 10,000، نهايه الاسبوع الثاني بكون دافع 10,000 و2000 12,000 وهكذا. وبعدها برسم الاسكير بالتايم، هاي الاسكير هذا بسميه budgeted cost of work scheduled، budgeted cost of work scheduled، او اذا بدكم مش بنسميه كمان بلاند فاليو. هذا نفسه البلاند فاليو، هاي الرسمه البلاند فاليو، budgeted cost of work scheduled، او اسم ثاني نقدر نسميه بلاند فاليو. طيب لو انا مشيت هذا، يعني لو انا مشيت حسب الخطه هاي، لو انا مشيت حسب الخطه، نشاط A يبدا هون انتهي هون، هذا B هون يبدا هون، بحصل على الرسمه هاي. واذا بتلاحظوا اخر رقم 20,000 هي عبارة عن البادجيت كوست اتكمبلش للمشروع. المشروع هذا حسب خطتي بده يكلف 20,000. سؤالي لكم، لو بنهاية الأسبوع الأول سألتكم سؤال، كم البلاند بيرسنتج للمشروع؟ الأسبوع الأول كم لازم أنجز المشروع؟ هل بيمكن تجاوبني؟ في نهاية الأسبوع الأول بقول لكم كم نسبة الإنجاز التي خططت لها؟ هل بقدر تجاوبني؟ المشروع كله بده يكلف 20,000. حتى نهاية الأسبوع الأول شو بكون دافع أنا؟ كم؟ 10,000 دكتور. 10,000 والتوتال كوست كامله 20,000. إذا كم البلاند بيرسنتج بتكون تساوي؟ 10 تقسيم 20 وتساوي 50%. طيب ونسبة الإنجاز في نهاية الأسبوع الثاني البلاند بيرسنتج كومبليت كم بتكون تساوي؟ اللي هي 12 على 20. ونسبة الإنجاز بنهاية الأسبوع الثالث اللي هي عبارة عن 14 على 20 7%. هاي بسميها بلاند بيرسنتج كومبليت، نسبة الإنجاز حسب الخطة اللي عديتها أنا. هاي بالنسبة لها هذا سميناه سكيرف، أو سميه بلاند فاليو كيرف، أو سميه بادجيت كوست أوف ورك سكيدجول، واللي هو يعني الفلوس اللي كان لازم ندفعها إذا سرنا حسب الخطة. على أرض الواقع يستحيل دائما نمشي حسب الخطة. يعني شو عم إحنا هون؟ بقول لي حسب الخطة أنا بدي أدفع الأسبوع الأول 10,000، الأسبوع الثاني هنا 2000 و2000 للنشاط بي، وهنا 1000 1000، وهنا 1000 1000 1000 وتبر. على أرض الواقع لا من ناحية actual لا تطلع نفس الأرقام. لو جينا عم نحسب نرسم اللي هي هلا على هذا الواقع، جينا فرضنا حكينا بدي بنهاية اليوم الأسبوع الخامس أخذ قراءاتي، أخذ قراءاتي، أخذ قراءاتي، أجي حكى لي الأستاذ الكبير والله النشاط إيه بالأسبوع الأول الـ end value
اللي بيساوي البيرسنتج كومبليت في البلاند كوست كان 9000، والاسبوع الثاني كانت نسبة الانجاز 10% ل 1000. اذا بتلاحظوا 9-1 كان 10، نفس هذه العشرة اللي هون. نفس هذه. اذا الاند فاليو للنشاط لما يخلص بيساوي البلاند فاليو، لأن الاند فاليو شو بيساوي؟ بيرسنتج كومبليت، بيرسنتج كومبليت في البلاند كوست. يعني هون انجزها 90% الاسبوع الاول، 90% في 10000 9000، وهون 10% الاسبوع الثاني انجزنا اللي هي 1000. نجي للنشاط اللي هو بي. النشاط بي بيقول لي انجزنا هون 50% وهون 50%، يعني 2000 و2000. النشاط سي لسه هون انجز، هنا ولا شيء بنجز، هنا كانه مش بنجز حاجه لانه مش ماشي. والنشاط دي بنجز منه قيمه عمل منجزي 1000 للبرسنتج كومبليت في البلاند كوست. شو سوى؟ نفس الشيء، الجمع هون 9 وهون 1 وهون 2000 وهون 2000 وهون 1000، بعدها كوميونتي 9 10 12 14 15 برسم. هذه البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد، كيف رسمها؟ من جابها هذه، جابها سميناها بادجت كوست اوف ورك بيرفورمد، دي عن قيمة الأعمال المنجزة الحقيقية الفعلية اللي بتساوي هذه البيرسنتج كومبليت للنشاط، بيرسنتج كومبليت ضرب البلاند كوست، بيرسنتج كومبليت ضرب البلاند كوست لكل نشاط. طيب السؤال آخر بطرح نفسه، إمتى بتكون عندي هذه البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد والبادجت كوست اوف ورك سكيدجول نفسها؟ امتى هذا الرسمي؟ هذا الرسمي بتكون نفس الرسمي هاي امتى؟ اعقد امتى بيجي نفس النقاط عليهم؟ لما يكون الانجاز نفس البلاند. يا سيدك لما يكون ماشي من ناحية تايم ومن ناحية كوست تطلع بالضبط. طب سؤال العقاد، هل ممكن تكون البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد بالحالة تاعتنا هذه توصل اكثر من 20000؟ هل ممكن لما درستم هذا الرسمة اصل نقطة هون اكثر من 20000 او لا؟ هل ممكن البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد تكون اكبر من 20000 او اقل من 20000؟ ممكن ايه، لانه اذا ما كناش نفس البلاند ممكن يكلف اكثر المشروع. تكون يكلف اكثر. اذا الاكتوال كوست ممكن تكون اكبر من البادجت كوست او اقل منه، لكن البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد غصب عنكم كلكم لازم تساوي البادجت كوست اكومبليشن. يعني لو جينا على الرسمة هذه اللي هون رسمناها، هذه البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد لما يخلص المشروع مش لازم يزعل هذه، يعني يا اثناء التنفيذ بنكون احنا ماشيين هيك، يا اثناء التنفيذ ماشيين هيك، لكن غصب عنا اخر نقطه هذه البادجت كوست اوف ورك سكيدجول والبادجت كوست اوف ورك بيرفورمد نفسها. تمام. لكن من ناحيه اكتوال كوست ممكن تكون عندي اقل. اشوف الرسمه هذه، ارجع تكون اقل من ناحيه اكتوال كوست، قد تكون هيك وقد تكون هيك وقد تكون هيك. ده في الاكتوال كوست مش شرط، لكن البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد لازم عند ايمت المشروع تكون تساوي البادجت كوست ات كومبليشن او البلاند كوست المشروع. ليه؟
لانه بنجيب احنا البادجت كوست اوف ورك بيرفورم بتساوي البيرسنتج كومبليت للنشاط في البلاند كوست. لما النشاط بخلص باحسن حالاته البيرفورم بتساوي البلاند، صح؟ طيب على الاكتوال كوست نفس الشيء عند الكوست انجينير مشكور، كل يوم بجمع معلومات من ارض الواقع واعطاني الداتا هاي، قال لي والله النشاط ايه كلفته اول اسبوع 9000، اذا المحاسب اخذه 2000 ورسب الرسبه هذه بيطلع عنده اللي هي بالاخير جمع 9 هون و2000 هون 2500 ورسب الرسمه هذه. هذه عباره عن اللي هي الاكتوال كوست اسمها، هذه هي اسمها الاكتوال كوست اوف ورك performed. Actual cost of work performed. تمام؟ تمام؟ هلا السؤال رسمت 3 رسمات، واحد إلى end value، واحد إلى planned value، وواحد إلى actual cost of work performed. حتى إحنا نساعد البروجكت مانجر بإدارة المشروع لازم نحط الثلاث رسمات على بعضهم، نجمع الثلاث رسمات على بعضهم بالشكل التالي. هاي حطيناها على نفس الرسمة، وإذا بتلاحظوا كانت الكرنت تايم أو اليوم اللي جمع فيه معلوماته بنهاية اليوم الأسبوع الخامس. هلا سؤالي لكم، سؤالي لكم، هذا المشروع اللي بين يدينا ربحان ولا خسران؟ هذه السكيدجول، هاي الاكتوال كوست، وهاي بيرفورمد. ربحان ولا خسران الاول؟ دفعنا من هون لهون، وقيمه الاعمال المنجزه من هون لهون هذه عباره عن تايم او ديوريشن، وهي عباره عن كوست. سؤالي لكم، ربحان ولا خسران؟ دفعنا هذا الرقم اللي هو كان دفعنا 17 وقيمة الأعمال المنجزة 15. لا خسران. دفعنا 17 وقيمة الأعمال المنجزة 15، إذا كان خسران 2000. 2000 دفعنا 17 وقيمة الأعمال المنجزة 15. لو انا ماشي حسب الخطه كان لازم اكون منجز كام هون؟ 18. هذه كان لازم اكون منجز 18. لو انا ماشي حسب الخطه كان لازم امشي من ناحيه، اكون ماشي من ناحيه طايم على 18. كما احنا العمل المنجز قيمتها 15، متاخر ولا متقدم؟ متاخر. متاخر 3000. حسان بقول لك انا متاخر 3000. كيف عم تاخذ 3000؟ انا بعرف التاخر زمن. تاخر زمن دكتور. طيب كيف بامكاني احول هذه الكلفه لزمن؟ انا بقول لك متاخر 3000 وخسران 2000 حتى هذه اللحظه. كيف بدي احول التاخير الزمن، عفوا الفلوس، لزمن؟ هذا شوف. بشوف قديش ممكن انجز باليوم. هاي طريقه، ثانك يو فيري ماتش. بقول لك هذا 20000. 20000 تقسيم 7 اسبوع بيطلع عندي كام بالاسبوع؟ بقسم 3000 على الرقم بيطلع عندي كام بتاخر الزمن. هاي الطريقه الاولى، هاي اللي هي الطريقه الاستيميت واللي كلها غلط. الطريقه الثانيه اللي ادق منها شويه، كلامك صح. الطريقه الثانيه بيحب يمكن لك شيء، الطريقه الثانيه اللي ادق شويه. كيلاني دكتور، احنا الطريقه الاولى اخذنا الانجاز على مدار اسبوع. يعني كنت التوتال كوست المشروع كان 20000، كان اسبوع المشروع 7000، 7 اسابيع، 20 تقسيم 7 بيطلع تقريبا 2. something per week. كم الفرق بينهم؟ بقسمه على هذا بيطلع عندي الابروكسيميت كان متاخر، بس هي مش دقيقه. ممكن ناخذ فتره اقل عشان يكون عندنا ادق. كيف؟
مش عارف بسألك. أنا بقول لك أه بس كيف؟ كلامك صح. بنيجي على النشاطات الفترة هذه اللي هون، النشاطات اللي هون. يعني لما برجع على الرسمة نفسها. بشوف معدل النشاطات اللي هون. وبقسم الفرق عليها، برضه هذه خاطئة. شو هذا الطريقة؟ إذا الطريقة الأولى بنقول 20,000 تقسيم 7 أسابيع بطلع الكوست بير ويك، بقسم الفرق على بطلع عندي فرقية. الطريقة الثانية لأشوف معدل النشاطات بهذاك الأسبوع. الطريقة الأدق إيش هي؟ أرجع على نفس الرسمة، على نفس الرسمة، على نفس الشبكة، وأعوض في كل نشاط، في كل نشاط كامل اكتوال ديوريشن لها، واحسب من اول وجديد اللي ستارت اللي فينيش ليت ستارت ليت فينيش، وطلع اللي هي الفتره الزمنيه اللازمه لتنفيذ المشروع. بطلع عندي استبت الكوبليشن، بطرح منها الاولانيه بطلع عندي كام متاخر. اذا الطريقه الادق ارجع على النشاطات نفسها وعوض في كل نشاط الاكتوال ديوريشن، واحسب ايه الستارت ايه الفينيش ايه الستارت ايه الفينيش، كل هذه الامور. على الوقت امثله توضيحيه على الحكي هذا. هذا عندي مشروع، شو هذا اسمه هذا؟ سكيرف. او ايش اسمه هذا؟ بادجت كوست اوف ورك سكيدجولد. اوكي؟ سواء بلاند فاليو او budgeted cost of work schedule، وهذه كلفة المشروع. هذه عبارة عن كلفة المشروع من هون لهون. كلفة المشروع. تمام؟ طيب. هذه ايش بنحضره؟ في البلانينج فيز. منين بنحضره هذا؟ من التارجت سكيدجول. شو هي التارجت سكيدجول؟ ريليز كوست ديوريشن. بعملها برسوم على البار شارت، بحط الكوست بير دي، وبعدين كيوميوليتيف كوست، بيطلع عندي السكيرف. هذا اسمه سكيرف او بادجتد كوست اوف ورك سكيدجول او بلاند فاليو. اثناء التنفيذ الاساتذه مشكورين بنهايه هذا اليوم جمعنا معلومات، قال هذه عباره عن قيمه الاعمال المنجزه. متقدم ولا متاخر؟ هيك بتقدم وبتأخر. أنا لو أنا ماشي حسب الخطة لازم أكون دافع هيك قيمة الأعمال المنجزة من هون لهون. متأخر وبتقدم. أساتذة متأخر متأخر هذه أنا متأخر هذه أنا بحاول أخسران. دفعت من هون لهون وقيمة الأعمال المنجزة هاي ربحها ولا خسران؟ خسران برضه. خسران هاي. هاي بنسميها cost variance، وهاي بنسميها schedule variance. إذا الوضع بالمشروع هاد متأخر وخسران. إذا الـ SV شو بيساوي الـ SV؟ أو الـ Cost Variance، شو بيساوي الـ Cost Variance؟ بيساوي Actual Cost of Work Performed minus the End Value. وإذا بدك إياها أصح، خلي دائما الـ Budgeted Cost of Work Performed هو الأساس. إذا بتطرحه من الـ Budgeted Cost of Work Schedule بيطلع عندك أنت هاي الـ SV.
schedule variance بتساوي end value minus planned value، والcost variance هذه هون شو بتساوي هاي cost variance؟ بتساوي اللي هي الactual بتساوي عفوا end value اللي نفسها budgeted cost for performed minus the actual cost اللي actual cost for performed. أنا بسميها schedule variance. schedule cost عفوا cost variance. مثال آخر. البادجت كومبليشن اللي هي هاي اللي مجموع البلاند كوست لكل النشاطات، تمام؟ وحكينا البادجت كومبليشن لازم تساوي الاند فاليو ات كومبليشن، بس مش شرط تساوي الاكشوال كوست ات كومبليشن. كومبليشن احنا بنجمع الاكشوال كوست ديت زائد استيميت ات كومبليشن لبقيه النشاطات. هلا بناخذ امثله يعني توضيحيه حتى نوضح لكم كيف بنحسب الاستيميت ات كومبليشن للكوست والاستيميت ات كومبليشن للتايم. بتساوي كام دفعنا حتى هذه اللحظه وكام ضايل. لو بدي ارجع امشي حسب الخطه كام لازم ندفع فلوس، ندفع فلوس حتى ننجز ما انجزناه. لو هالمثال هاي الكوست فارينس اللي حكينا عنها بادجت كوست فور بيرفورمد او اند فاليو، هاي نفسها اللي هي الاند فاليو، وهي اسمها اللي هي البلاند فاليو نفسها، هذه اند فاليو هاي بحسبها اثناء construction. الكوست انجينير بيعطيني معلومات وهي عباره عن البلاند فاليو، تمام؟ schedule variance نفسها end value minus actual، او هي نفسها بتساوي end value. اسف اسف عفوا 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 اسف 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 هذه اسف هذه بتكون هذه actual cost. الماس اكشوال كوست اذا كان عندي بوزيتيف معناته انا ربحان، واذا كانت نيجاتيف بكون انا خسران. اذا كانت بوزيتيف هذا ربحان، واذا كانت نيجاتيف بكون انا خسران. نفس الشيء لا سكيدجول فاريانس بتساوي الاند فاليو ماينس البلاند فاليو. اذا كانت هذه بوزيتيف انا متقدم، وإذا كانت نيجاتيف أنا متأخر. طيب خلينا نطلع على الرسمة اللي عندي هون. هاي اس في، أو قبل هيك بدي أحكي المعلومة التالية، بعرف سمعتوها كثير. هذه عبارة عن السكيرف اللي حضرناه في البلانينج فيز، وهذه اللي حضرناه جلو كونستراكشن، وإحنا بنهاية هذا اليوم أو نهاية الأسبوع بنسميه كرنت تايم، يعني بناخذ الداتا، وكل هيك الإند فاليو وهيك الأكشوال كوست. هلا بنهاية الرسمة هاي اس في وهذه سي في، ربحانين ولا خسرانين؟ ربحانين ولا خسرانين من هاي الرسمة؟ خسرانين. متقدمين ومتأخرين؟ متأخرين. هذا هو نعمة مدير المشروع، مشروعه خسران ومتأخر. أخذ مثال صغير حتى نوضح لكم الحكايات. بحكي لك على سبيل المثال احنا في قطتنا بدنا ندفع $100 في كل اسبوع، $100 لاربع اسابيع. جينا بنهاية الاسبوع الرابع اجى الاستاذ العقاد قال لي والله صرنا دافعين احنا 325. اوكي، وكان بس الكوميونتي عقاد قال لي 75%. احنا لو مشينا حسب الخطه لازم نهاية الأسبوع الرابع شكون دافعين؟ 400، مظبوط؟ لو مشينا حسب الخطة لازم نهاية الأسبوع الرابع يكون دافعين 400. قيمة الأعمال المنجزة كام؟ احنا أنجزنا 75%، 75% من 400 شو بتساوي؟ 300.
كم دفعنا؟ 325. بدنا نشوف حدا ربحانين ولا خسرانين، متقدمين ولا متاخرين. هات نشوف، يلا نشوف، احسبوا لي اياها. بدنا نشوف السي في، شو السي في بتساوي؟ كوست فارينس بتساوي اند فاليو ماينس اكشوال كوست، اللي هي 300 ناقص 325. اذا معنا خسرانين 25، متقدمين ومتاخرين بنحسب الاس في بتساوي اند فاليو ماينس البلاند فاليو اللي هي 100. اذا احنا بوضعنا هذا، وضعنا هذا، خسرانين 25 من ناحيه كوست اوفر بادجت، وبالناحيه التايم معنا كمان خسرانين 100. اذا بهذا السكجول مش حسب الخطه ماشي، متاخرين ونفس الوقت خسرانين. بالتالي بكفينا اليوم لهون، بكفينا اليوم لهون، وخلينا ناخذ حضور وغياب.